افتتح مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور عبد العزيز الساعتي برنامج كساء الذي تنظمه جمعية البر بالأحساء بالشراكة المجتمعية مع جامعة الملك فيصل وبالتعاون مع جمعية البركة الخيرية في الدمام بحضور نائب رئيس الجمعية عبد المحسن الجبر ومدير عام الجمعية معاذ الجعفري. نقول الحمد لله أن الجامعة استضافت هذا الخطوة المباركة، مشروع واعد، مشروع كبير زي ما شفتوا. أهم في حقيقة اللي هو ما أسسته بطريقة يعني أنا أقول فيها نوع من الإنسانية، يعني حس الناس المستفيدين ما يشعروا بأي حرج. فأعتقد أن الجمعية وفقت حقيقة في التنظيم واختيار الجامعة كمان. احنا استهدفنا فيه الجزء من فأض الملابس واخترنا الملابس الجديدة اللي كانت تصل إلى مشروع كساء، إضافة إلى التبرع السخي اللي جانا من عدد من الشركات العالمية اللي تعمل بالمملكة العربية السعودية في تجارة تجزئة للملابس الجديدة بماركات عالمية مشهورة ومعروفة. عندنا أكثر من 150 متطوعة كانوا يحضرون بشكل يومي لمدة 14 يوم، قاموا بفرز هذه الكمية الكبيرة القسم يعني على الأقسام اللي احنا نشاهدها في المحلات التجارية الكبرى، سواء كان أقسام نسائية، أقسام ولادي، البناتي وهلوم مجرى بالنسبة الله يعزكم للجزم، كل هذه الأقسام موجودة، الإكسسوارات كذلك موجودة. فنتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تحضر الأسرة المستفيدة إلى هذا المكان وأن تختار ملابسها، ملابس العيد بما يتوافق مع ذوقها إن شاء الله، وتكون الابتسامة هي عنوان جميع مستفيدي جمعية البر بالأحساء والجمعيات الأخرى. برنامج كساء سيوفر 300 ألف قطعة من الملابس النسائية وملابس الأطفال والمستلزمات المنزلية ذات الجودة العالية والجديدة، حيث سيتم توزيعها على الأسر المستفيدة من الجمعية وجميع الجمعيات الأخرى في الأحساء والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال. عدد المستفيدين أتوقع أنه بالألاف. عدد القطع اليوم المعروضة والتي بذل فيها الأخوات المتطوعات وفريق العمل جميعا في إعدادها وتنظيمها وفرزها جهد كبير، سيعود بإذن الله نفعه على هذه الفئة. ولعل من أهم هذه الميزات لهذا البرنامج توقيته بأنه يأتي قبل العيد لنزرع هذه البسمة بإذن الله على جميع المستفيدين في محافظة الأحساء. ويعتبر برنامج كساء برنامجا تسويقيا مجانيا للمستفيدين لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة لعيد الفطر المبارك، وكذلك المساعدة في رفع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة وتحقيق الاستقرار الأسري لها. مشروع كساء هو مشروع دشنته جمعية البر بالأحساء لتقديم المساعدات للمحتاجين بالطريقة التي يستحقونها. صالح المري، الأخبارية، الأحساء.